بارك الله فيكم. في البداية مرحبا بإذاعة صوت المناجم لأول مرة تزورنا في دار شباب، ونحب بالمناسبة هذه نهني رواحنا بهذا المولود الإعلامي الجديد اللي يشرفنا بالحضور اليوم في دار شباب المضيلة. بالنسبة للمشروع التنشيطي اليوم هذايا الشباب والزطلة من الإدمان إلى الضياع، شباب بلا إدمان مرساة للأمان، هو المشروع هذا يندرج في إطار المشاريع الكبرى اللي تقوم بها دار شباب المضيلة. كل عام عندنا مشاريع نقوم بها في دار شباب المضيلة. تنجم تقول خرجنا كيف خرجنا شوية من الجانب الترفيهي والتكويني، معناها النوادي والأنشطة في دار شباب، خرجنا شوية إلى قضايا تلامس الشباب. شفنا أنه ظهرت الزطلة متفشية بشكل رهيب جدا في الوسط التلمذي والشبابي والطالبي، وسمحوني في الكلمة ولت بارتو. شفنا نحن كإطار منشط وتربوي في دار الشباب المضيلة باش نسلطوا الضوء ربما على حاجة هامشية وعرضية بالنسبة للبعض، إلا أن عندها أهمية كبيرة بالنسبة لنا كمنشطين في دار الشباب. والمشروع هذا قمنا هو يتمثل في إطار ندوة علمية استدعينا فيها ناس مختصين، فما مختص من معناها من وزارة الصحة اللي هو فارماسيان باش يعطينا لي كومبوزون المكونات نتاع الزطلة هذه، وجبنا مختص في القانون اللي باش يعطينا الشكل الجزائي نتاع الإدمان. وهالندوة هذه الكل أشرف عليها سي محمد الطيب الزاهي اللي هو كهيئة مدير وكهيئة مدير مندوب جهوي للشباب والرياضة والتربية البدنية، والحضور يتمثل في مجموعة من الشباب التلمذي والطالبي وكذلك الأولياء والأباء والأمهات، اللي باش من خلال على طريقة السؤال والجواب باش نحسوا الشباب الصغيرات هذوما اللي هما في نهاية الأمر اللي هما أمانة اللي هما مادام يجونا باش نوعوهم بمخاطر ومشاكل الزطلة. أنا اسمي سنين بن محمد، نقرأ ثانية أداب واحد في الليسي المضيلة. والله حبيت جيس نلخص الموضوع هذا كله على الزطلة والإدمان عليها في كلمتين. نحب نوعي الشباب أن الزطلة ما هيش الحل، هي المشكل في سبب ضياع تونس. احنا نورمال ما شباب تونس لازمنا نكون واعيين سيرتو بعد الثورة، صحيح موجودة الظاهرة قبل الثورة وبعد الثورة، أما لازمنا نكون أكثر جدية. ونحن شباب تونس وثورتنا بطبيعة معروفة في العالم مجمع، ما خليوش أبسط الأمور الزطلة والدروغ وكلها باش تأثر علينا وعلى في الجميع نواحي، مثل دراسيا في المحيط الاجتماعي والأسري والتربوي. وزاد نحب نركز على حاجة برك، أنه يلزم يكون دور المؤسسة والتربية والتعليم، يلزم تكون هي الأولى، هي أول حاجة دورها كمؤسسة باش تربي التلامذة وكلهم بعد التعليم. يلزمنا زيادة يلزم حراسة مشدة من عند العائلة كتكون يعني دورها يعني دور كبير، توعي صغارها بنات ولاد كيف، ويلزمنا احنا كتلامذة دور متاعنا كيف هكا نشاطات نحاولوا باش نوصلوا ميساجنا باي طريقه. مبادره طيبه ياسر من دار الشباب المضيله، والتظاهر دي نحضروا لعنا برشا فهمتني، وخاطر تفشت بصفه كبيره برشا في المناطق في قفصه وكا جينيرال معناها فهمتني، ونحاولوا بقدر الامكان نعملوا معناش نشاط ثقافي كذا حاجة منه ومنه باش نبعدوا الحكاية ذي على المنطقة ذي. نحكوا بصراحة معناها فما برشا حاجات حكوا فيها ومش في إطارها، معناها كي يحكي لك معناها طبقات مثقف ومش مثقفة وناس مش مثقفة، معناها هو كي يحكي سيد المندوب معناها كي يحكي على بصفة كبيرة يحكي على الإيجابيات، معناها الأمور الطبية معناها نورمال ما يحكيش فيها، خاطر برشا أولاد صغار يقول كذي فيها منفعة وفيها مضرة وفيها كذا فهمتني، معناها في قدر المستطاع معناها نجم يحكينا على مخاطرها على الإنسان بصفة عام. يعني أنت قصدك أنه كان ينجم يكون الخطاب مبسط أكثر باش يوصل أكثر شريحة من التلامذة ومن الشباب بصفة عامة؟ نتصور هكاك، خاطر المناطق نتاعنا معروفة معناها فهمتني، فيها معناها اللي قاري أكثر من مش قاري أكثر من اللي قاري، كلهم صغار فهمتني ونساء كبار، معناها كي يحكي نورمال مو يحكي بأبسط طريقة باش يوصل المعلومة للناس الكل. جيت اليوم للندوة هذه المقيمة بدار شباب المضيلة باش نعرفوا على الأقل، خاطر عنا واجهت بصفتي ولية وعندي ولد في سن مراهقة وعندي ولاد أخوية وكل ولدي أخر صغير، جا باش نعرفوا أولا عوارض الزطلة هذه كيفاش، خاطر ظاهرة جديدة جت تكاثرت خاصة بعد الثورة، كانت قبل معناها في الخفاء شوي ما نعرفوهاش ما نسمعوش بها، كان في الأفلام والمسلسلات تولد ظاهرة بارتو، نعرفوا على الأقل عوارض باش الأم تعرف شنو اللي سيني
اللي تبدا ظاهره خاصه في الدار، معناها الصغير كيفاش يتصرف في الدار باش تعرف اللي هو يتعاطى ما يتعاطاش، شنو هي معناها كماده، شنو هي فاش تظهر، معناها شنو هي في اكلات في غبره في معش شنو، باش على الاقل كي تفركت له تركت بيت ولا تراقبه وتعرفها شنو هي كيفاش نجم تنقذ صغيرها. ونحب نبلغ مساج زاد خاطر احنا في المظيلة ارضيتنا هشه، معناها ارضيه هشه باش الصغير يدخل في متاهات هذيا، خصوصا بعد في الثوره ذي وفي الحكايه العروشيه وارضيه منها باش تكاثر اكثر اكثر المخدرات. نوصي اكثر ما يمكن انهم الاولياء الجيران بارتو، معناها المجتمع بكيف شرائحه، معناها مدني كي سوا مثقف مش مثقف، جزار الحومه العطاء يشوف الصغير ما يقولش ما يهمنيش فيه، معناها ما يقولش الصغير ذكر ومش تابعني خليه يشمني فيه، تشوف في حومه اللي هي كدار هذيك مشبوه فيها، خاطر برامون يقولوا اللي فما في حومه معناها يبيعوا فيها ويعرفوها المواطنين يعرفوا أم يخافوا، يقول لك انا شيهمني اختار راسي واضرب على قليله. كل انسان راه مسؤول يتحاسب قدام ربي على كل الاولاد هذيك، كيما ولدك يولد الناس يشوف حاجه مش عاديه في حومه في صغير في كليج في ليسي يخبر، يقول لامه يقول الجاره يقول ربي انقذ صغيرك لعل وعسى يلتف بنا ربي وننقذوا الوليدات. شكرا لك. اذا هذه التظاهره هي في شكل مشروع تنشيطي لدار شباب المضيله، موضوعها المواد المخدرة والمواد السمية بصفة عامة، ومعناها كيفية تعميق النظر في هذه المواد وخاصة العمل على حماية الشباب ونشئتنا بصفة عامة من هذه الأخطار. إذن يعني تشتمل هذه التظاهرة على معرض وثائقي كما نرى وندوة علمية، معناها قمت شخصيا بإلقاء مداخلة حول المخاطر الاجتماعية والتربوية والنفسية كذلك لهذه الآفة وأثارها على الشباب. الآن وأنا أتحدث إذن هناك صيدلي يقوم بمداخلة عن الأخطار الطبية والصحية بصفة أدق على شبابنا من هذه الآفة، كذلك يتطرق بهذه المناسبة إلى تناول القانون التونسي لهذه المسألة وتجريمه سواء للتعاطي أو معناها للترويج أو للانضمام إلى عصابات تروج هذه السموم. إذن الغاية هو تحسيس الناشئة، تحسيس الشباب بصفة خاصة ذكور وإناث لا سيما الطلبة والتلاميذ، تحسيسهم بمخاطر هذه الآفة الاجتماعية والعمل على إبعادهم عنها. شكرا. بالنسبة لهذا المشروع جاء بناء على طلب بعض الأولياء، لأن شخصيا كلموني ولتفشي هذه الظاهرة، ظاهرة الزطلة، وانتشرت خاصة بعد الثورة في منطقة المظيلة اللي كانت معناها حتى وإن كانت معناها منتشرة كانت بطريقة خفية، إلا أن بسبب الثورة أصبحت معناها بطريقة علنية. واتصلت ببعض الأولياء معناها دون ذكر الأسماء وشكولي من بعض تصرفات أولادهم، وبناء على هذا قمنا بدار شباب المظيلة بالتنسيق مع الجمعيات المدنية كالكشافة والمصايف والجمعية الخيرية فرع المظيلة القيام بهذا المشروع تحت عنوان شباب بلا إدمان مرساة الأمان. وإحنا كإطارة شباب نحب أن نلمس بعض الظواهر الاجتماعية اللي أصبحت شكل خطر بالنسبة للمظيلة، لأن المظيلة منطقة جميلة جدا وناسها معناها طيبين جدا، إلا أن هذه الظاهرة أصبحت تشكل خطر، وعلما أن بعض العائلات ليست لديهم أي فكرة على هذه الظاهرة. طبيعة الحال هذا المشروع أصبح معناها وسيلة لتبيان هذه الظاهرة وخطورتها. مرحبا، أنا اسمي سيرين جدن، عمري 12 سنة، أنا جاية لدار الشباب باش ندعم المشروع هذا خاطر سمح برشا يدعو باش نبتعدوا على المخدرات وما عادش نستهلكوها. وأيضا ننصح كل الشباب انهم يبتعدوا على المخدرات، والشباب اللي
معناتها أدمنوا على المخدرات، ننصحهم باللي يمشوا يسلموا رواحهم باش ما باش يقوموا بعلاجهم وما يتحاسبوش، وننصحهم معناتها ما يدمنوش على المخدرات خاطر حاجة خايبة برشا. وأنا جاي لدار الشباب خاطر المشروع هذا باهي برشا وعجبني، وجاية باش نتفرج في سكاتش واحد باش معناتها نتعلم ونعود ننصح أصحابي وما باش ما عادوش يدمنوا على الزطل. وليد اش بدك؟ اعطيني مش نيديك انا يا شاي وباش شاي يا ولد الحناش شاي عين قلت عين وخليني